في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة في الشرق الأوسط، تأتي تحركات الولايات المتحدة من جديد لتأكيد دعمها الاستراتيجي لإسرائيل وتعزيز دفاعاتها ضد أي تهديد محتمل. فبعد تلويح إيران وحزب الله اللبناني بالرد الانتقامي على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران، ومن قبله اغتيال القيادي البارز بحزب الله فؤاد شكر في العاصمة اللبنانية بيروت، يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن توفير قدرات دفاعية جديدة لإسرائيل. وبينما يتأهب العالم لمرحلة جديدة من الصراع في الشرق الأوسط، تحدث بايدن بمشاركة نائبته كامالا هاريس هاتفياً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتأكيد على التزام أمريكا بالدفاع عن أمن إسرائيل ضد تهديدات إيران وحركة حماس وحزب الله وجماعة الحوثي اليمنية. الدعم يشمل توفير مضادات الصواريخ الباليستية والمسيرات، فضلاً عن نشر قدرات عسكرية أمريكية جديدة. ووفق صحيفة واشنطن بوست، كشف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن قيام الولايات المتحدة بنشر 12 سفينة حربية و4000 جندي من مشاة البحرية بالشرق الأوسط. التحرك الأمريكي اشتمل على نشر حاملة الطائرات USS تيودور روزفلت والسفن الحربية المرافقة لها، ومجموعة مكونة من 3 سفن من فئة واسب للهجوم البرمائي. التصريحات الأمريكية تحمل النقيضين بين التأكيد على أهمية وقف التصعيد في الشرق الأوسط ومنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة، والتعهد الدائم بدعم غير محدود للدفاع عن أمن إسرائيل التي لا تتوقف عن إشعال الشرق الأوسط من كل جانب. فاستمرار الوضع الراهن يدخل الشرق الأوسط في حلقة مفرغة من الصراع طويل الأمد.